حنوت ليش هيك عم تعملي فيني؟ وين رحتي وتركتيني؟ وين وين؟ أهلين. شو صاير لك ها؟ عم تسمع أغاني وأنا بدي أشتري الخضرة؟ لك خد الكيس مني على الأقل. شو مشتري خضرة لشهر لقدام؟ مش صحيح، فيك تخفف أسئلة بلا طعمة؟ بلا طعمة؟ كيف يعني أسئلتي أنا بلا طعمة؟ ما كأنه مشتري للشهر؟ هل قد السؤال له طعمة؟ لك طبعاً له طعمة، كيف ما له طعمة؟ شو عم تحكي؟ من وجهة نظري أنا سؤالك ما له أي طعمة أبداً. هو مش بس سؤالي ما له طعمة، حتى أنا من وجهة نظرك صرت بلا طعمة بالمرة. عم تحكي معي؟ خلص انسي، شو بدنا نعمل بالخضرة أصلاً؟ مش مطلوب منك تعمل، أنا مخططة لكل شيء. أنت شو مخططة؟ اليوم في ضيف خصوصي جاي يتعشى عندي، وهيدا الضيف الخصوصي رح حضر له سفرة خصوصية وأطبخ له بإيدي كمان. ممكن أسألك من هو هيدا الضيف الخصوصي يلي رح تحضري له سفرة خصوصي وتطبخي له بإيديك خصوصي؟ إيه ليش لا؟ طبعاً فيك تسألني. بس أنا مش بالضرورة جاوبك من هو. خلص ما تجاوبيني، أنا أصلاً بعرف مين. شو عم تقول في بو؟ أنا عم قول ما تجاوبيني، أو حتى جاوبيني، أنت حرة. تماماً، بس بتعرف يعني أنت فيك تساعد بشغلة صغيرة. بشو بساعدك؟ تمام، بدي إياك تقطع لي البصل كتير 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 ناعم، وتقطع لي البندورة والكزبرة والبقدونس، وبدي شوية جزر، وأنا بساوي الباقي، ما بدي منك غير هيك. أنا ما بدي إياك تنزعل الطبخة. عأساس ضل شي ينعمل وما قلتيه، ما ضل غير إني أقوم أطبخ الطبخة وأكلها. قلت شي؟ ما سمعتك. عم قول لأقوم أقطع لك البصل والبندورة لكان. تمام، وشوية جزر. ما تنسى. مرحبا جارنا، شو أخبارك؟ أهلين يا جارتنا، أنا عم بتعايش مع أحزاني بس. كتير منيح. تعرف لازم تضل محافظ على روابط اجتماعية قوية مع الكل. تعال لأحكي لك شغلة غريبة صارت معنا. مثل ما بتعرف في بوتي جوزي كتير حباب وودود مع الكل، بس هالكم يوم صاير كئيب شوي، وأنا كتير غرقانة عليه. قصدك إنك قلقانة عليه؟ إيه مثل ما قلت. بهالأيام بتحس ما في أي شيء مضمون بالمرة، أي حدا بيغلط فيك بأي وقت. أنا دائماً قلقانة وحاسة في شيء مو منيح رح يصير. أنا دموعي عم بيشر شر، وهي منا ملاحظة إنه في شيء تغير حتى. كيف بدي أشرح لك؟ مو أنه قلقانة عليه كتير مثل قبل، يعني هذا القلق تبع بلكي صار له شي. لا، بدي أقلك شغلة، بتعرف أنه أول ما تزوجنا أنا ومان مهان ضليت كذا سنة لازقة فيه مثل ظله، وما فارقوا أبداً ولا حتى ثانيتين على بعضهم. إلا أنا الكل فارقوني وتركوني بالآخر لحالي. بتعرف أنه مان مهان كان بهديك الأيام كتير جلاب وكتير كتير حلو كمان. يحلى وبرو هيدا. انت شو عم تقول؟ لا، قصدك تقولي جذاب. ايه مثل ما قلت. عن جد كان مان مهان حلو وسيم كتير وجذاب بوقتها، كان خدوده حمر مثل البندورة الحمراء. تعرف كنت غارة عليه بوقتها وخاف اني اخسره، مشان هيك كنت ضل دائما رجلي على رجله او ضل عم حم حواليه. ما حدا حاسس بوجعي ابدا، ما حدا حاسس. طبعا انا مو قصدي انه مان مهان ما عاد وسيم وجذاب، لا بالعكس. ويلي. الحقيقة أنا دائما بحس إنه شخصية وبجنن. لك وجعتي لي راسي بمن مهان تبعك. أنا بكره أصلا، شو ما حدا غيرك عنده زوج بحبه غير أنت يا أنجوري. أصلا جوزك واحد بخيل وكمان عديم القيمة. إيه؟ مو معقول، شو صار له هاد؟ فقد عقله ليحكي عن جوزي هيك؟ Eh
تمام. الو الو مرحبا، كيفك؟ اهلين. بصراحة هلا كنتي ببالي، شو الأخبار؟ أنا دقيتلك هلا كرمال تهنيني. ليش شوفي؟ تعرفي شغلة؟ أنا بلشت اختبر في بو، وعلى الاختبار اكتشفت إنه بعده بحبني كتير وبيشتاق لي ومخلص لإلي وكتير وفي وكل هالشغلات هاي. اسمعي، لا تتحمسي زيادة. شو قصدك أنت؟ قصدي أقول إنه هدول الرجال كلهم، وبالأخص هدول الرجال المتزوجين، كتير أذكياء ومكارين. مشاعر الحب عندهم كتير سطحية. قصدك تقولي إنه هاي المشاعر هي واجهة؟ إيه صح، بالضبط، هي المشاعر هي مجرد واجهة. بيعملوا حالهم كتير بحبونا وما فيهم يعيشوا بدوننا. بس إذا قللتي عقلك ورخيتي لهم الحبل شوي صغيرة، دغري بفرجوكي وشهم الحقيقي على السريع، وحياتك كلها بتنقلب بشكل غريب. صدقيني هيك لكان؟ طيب شو لازم ساوي؟ لك لا تقلقي بنوب، بس فتحي عيونك وانتبهي، خليكي مثل ما أنتي، بس لازم تكوني معه حازمة. حكيك صح. حزري شو؟ هلأ أنا رح أعمل شي خلي العم وابن خيو يلفوا حوالين حالهم وما يعرفوا شو عم يصير، رح خليهم يحكوا مع حالهم. طيب أنو سلام، شوفك بعدين. ايه أكيد، شكرا، بخاطرك. استاذ ديفيد. استاذ ديفيد. عفوا، قصدي عمي ديفيد. خربطت باسمك، ما تدقق. ايه كنت بدي اقول لك اني انا. لا، انت ناديتيلي استاذ ديفيد. كمان شوي بتناديلي ديفيد حار، وشوي تاني بتصير تناديلي ديفيد يا غريب. لا، مستحيل يصير هيك شي، بس كنت بدي اقول لك انه اليوم رح يجي ضيف عزيز لعندي ليتعشى معي. شو؟ مثل ما بتعرف في بوي عمي اشتغل كتير اليوم، وللحقيقة هو بعده عم يشتغل، لهيك أنا ما بدي تقلها أكتر عليه وأطلب منه. إلك ساعة عم بتلفي ودوري، حكي لي من الآخر شو بدك وبشكل مباشر. اليوم يا عمي يعني بعد العشاء بدي منك بس تجلي الجليات.